الواحد مش مصدق نفسه على اللي بيحصل ده فعلا. كم الجماهير اللي احنا شايفينه جدا والله، يعني جزء كبير من اللي حصل ده طبعا هو ده جزء كبير جدا من اللي حصل. طبعا الحمد لله على كل حاجه، الحمد لله يعني حتى جيت على خلتنا ناخد النهائي الحمد لله، يعني اخدنا كاس العالم. رساله بقى لكل الشباب اللي بيشوفوك وكل الاعمار اللي بتشوفوك بهذا الفوز، وهل هناك اي مستحيل للفوز والحصول على كاس العالم؟ لا طبعا ما فيش اي حاجه اسمها مستحيل طبعا، يعني كل حاجه بتاخد وقتها وتمارينها، يعني قاعدين سنتين بالجهاز كل يوم بعد 5 ايام في القاهره واللي في المدينه بنقعد مع اصغر مغلق ونفضل قاعدين، بعد كده نفضل نرجع بالانت وكده. وفعلا الحمد لله يعني تعبنا واخدنا على قد تعبنا، الحمد لله اخدنا كاس العالم الحمد لله. طيب لو هنتكلم عن الكاس وحصولكم على الكاس، ممكن تدينا الكاس وترفع الكاس، كاس مصر، كلمني عن التدريب، ازاي تم تدريبكم وكيف تم التعامل مع الاجواء المختلفه خارج مصر؟ طبعا يعني احنا معسكرات كتيره عملنا في القاهره وفي كل حته، وحتى قبل بطوله كاس العالم، قبل كاس العالم عملنا معسكرات، عملنا معسكر في صربيا كل يوم تمرين صبح وليل، وكل يوم الموبايلات مصحوبه بالليل نفضل مركزين طبعا، والحمد لله كل ده جاب، الحمد لله كل ده جاب نتيجته والله. يعني كميه الفرحه اللي احنا فيها طبعا مش مصدقين نفسنا والله، يعني حاجه تفرح طبعا، حاجه تشرف بجد. يعني وزير الرياضه والناس دي كلها ازاي كان استقبال الدول الاوروبيه ليكم كفريق، وكيف التعامل مع الفرق المختلفه الاوروبيه معاكم كفريق مصري، وكيف يعني كان التعامل ازاي؟ طبعا احنا من اول ماتش واحنا نازلين وكنا نازلين مع فرقه السويد طبعا اول منتخب، وطبعا فرقه اخذت دوري ابطال اوروبا فنازلين مركزين طبعا من اول ماتش، وهم نزلنا الحمد لله كسبناها، فطبعا كل الفرق كانت عامله لنا حساب كبير، واحنا اي فرقه كنا بنلعبها طبعا كابتن محمد امام كان بيعمل لنا سكاوتنج على اي ماتش، واي حاجه بيقولها لنا بنكتبها على طول وبنذاكرها كويس، كنا بنذاكر الكلام اللي بنكتبه كويس عشان نخش الماتش، كل حد ما كانش خايف، مفيش حد نزل خايف، كل واحد نزل عمل اللي عليه، والحمد لله اللي حصل كويس جدا. يعني انا بشكرك جدا والف مبروك ليكم والف مبروك لمصر. ما زلنا مشاهدينا الكرام من داخل اتوبيس المنتخب مع المنتخب المصري، مهاب معانا، مهاب احد اللاعبين لاعب كرة اليد احنا على الهواء. كاس العالم مصر هتافات واحتفالات، انا ناوي مهاب كلمني على الهواء مباشرة، ازاي اتعاملتوا مع الاجواء المختلفة في كاس العالم للحصول على هذا التتويج؟ التتويج كلمني عن التتويج وشعورك. طبعا كل لحظه بتعدي اصعب من الثانيه، ماتش عن ماتش بيعدي اصعب من الاولاني. ما كان دور المجموعات كنا بنحاول نعدي اول، بس ان الدور الاول نطلع اول مجموعه عشان يبقى طريقنا سهل في البطوله. الحمد لله اول ماتش السويد عديناه، ماتش فرنسا ربنا ما كرمناش فيه. البطوله المجموعة حصل فيها دروبات كتير، فربنا كرمنا كسبنا كل الماتشات في المجموعة. عايزين نمسك الكاس، أنا عارفة إن الكاس هو اللي ورانا دلوقتي. شباب لو عايزين نمسك الكاس ونحتفل مع بعض، نحتفل مع بعض بالكاس. كلمني بقى عن مسكتك النهارده للكاس وزمايلك وانتوا كفريق، ازاي ان انتوا اتجهزتوا للحصول على الكاس؟ هل كان من اهدافكم؟ اكيد من ساعه ما 98 الشباب حققوا حاجه فرحنا، بس احنا مش اقل منهم عشان ما نحققش حاجه. قعدنا واتكلمنا مع بعض ولازم ناخد البطوله، مش نخش من احسن اربعه، لا ناخد البطوله. كل دولت رجاله على قد المسؤوليه، تركيز، كل واحد عارف هو بيعمل ايه. الحمد لله ربنا كرمنا.
الحماس دلوقتي اللي احنا شايفينها وسامعينها دلوقتي داخل الاتوبيس، كلمني انتوا هتعملوا ايه بعد كده؟ المفروض ان في ما حدش يخطط لاي حاجه، بس كل واحد بيعيش اللحظه في وقتها، وما حدش يخطط لاي حاجه دلوقتي، كله مركز مع اللحظه بس عايزين نبسط. طموحكم طموحكم ايه؟ يعني انت كلمني عن طموحك انت يا مهاب. نحافظ على افريقيا اللي احنا خدناها، نحافظ على بطوله العالم، نعلي، ما فيش فرقه تقف قدامنا خالص زي ما حصل كاس العالم دوت، مش بنكسب جون ولا اتنين، بنكسب اربعه وخمسه. بس ان شاء الله. شفت ازاي تشجيع الجماهير ليكم بعد ما وصلتم للمطار؟ بصراحه الواحد ما كانش متوقع كل العدد دوت في الوقت دوت، الوقت متاخر، ما حدش توقع ان الناس دي كلها تيجي. الواحد فرحان مبسوط زي ما احنا فرحناهم، هم فرحونا جامد قوي الحمد لله. الدعم، لو هنتكلم عن دعم، كل دعم اللي اتقدم لكم من قبل مصر علشان تحصلوا على هذا التتويج. ايه الدعم؟ لو بنتكلم عن الدعم، مين دعم؟ لا الاتحاد واقف جنب، مركز هو بيعمل ايه؟ الشباب الناشئين بيعمل لهم كل حاجه، تمارين، معسكرات، كل حاجة عشان نوصل اللي احنا وصلنا له ده. بتهدي الكاس لمين يا مهاب؟ لمصر كلها. ألف مبروك ليكم ولينا والمصريين كلهم. هننتقل تاني مشاهدينا الكرام لأحد اللاعبين. كلمني بقى عن لو هنتكلم عن الزيارات، انتوا كلمني عن اجواء كل بلد انتوا رحتوها، وكان ايه المختلف، وكان ايه الصعوبات اللي واجهتكم في اثناء اللعب هناك؟ لا احنا طلعنا معسكر صربيا، كان 10 ايام يعتبر، لعبنا فيه ماتشين مع صربيا، وكان باقي التمرينات يعني استعدينا، كان خلاص قبل البطوله على طول، فاستعدينا فيه كويس جدا للبطوله، وجات لنا كمان الناس بتاعت اللي كانت متصعده مع منتخب 98، فزودوا قوه، يعني قوتنا زادت الحمد لله، وطلعنا بقى على كاس العالم ان شاء الله. يعني خدنا الماتشات بالتدريج، يعني وقعنا ماتش فرنسا، بس الحمد لله الجهاز قومنا بعديها واللعيبه فائت، ومن بعدها الحمد لله ما خسرناش ولا ماتش لحد ما خدنا البطوله الحمد لله، وكل الماتشات كسبناها بنتائج عاليه جدا الحمد لله. اشكرك جدا، الف مبروك. كمان هننتقل الى احد اللاعبين بكاس العالم لمونديال كرة اليد، نمسك الكاس، حضراتكم حصلتم على الكاس، كلمني عن فرحتك، كنت متوقع الفوز، كمان عايزين نتكلم عن التناغم، انا شايفه ان في كلكم روح واحده، ازاي تم التناغم في هذه الروح الرياضيه الملحوظه؟ الروح اللي انت بتتكلم عليها دي هي اللي جابت البطوله، ان احنا بنحب بعض وكلنا هدفنا واحد، وان ده كان هدفنا من اول ان احنا ناخد بطوله عالم، ومش اي حد ممكن يصدق ان هو ممكن ياخد كاس عالم، بس احنا فعلا من يوم ما قررنا ان احنا نتعب عشان كاس العالم يعتبر من سنتين بالظبط، فاحنا دلوقتي حققنا فعلا الحلم ده، هو مش هيبقى حلم وخلاص بقى حقيقه، ففعلا الفرحه مش طبيعيه، وجود الناس دي كلها مش طبيعيه. طيب بتهدي الكاس لمين؟ بهدي الكاس لاهلي اكيد رقم واحد، ولاي واحد تعب معايا، واي مدرب وقف جنبي، والناس كلها يعني كل مصريين. ايه طموحك انت بقى؟ ايه طموحك انت كلاعب لكرة اليد تحت سن 19؟ ايوه طموحي دلوقتي ان انا ان شاء الله نفضل على كده، ونفضل في على المنصة دايما، وان انا برضو ابقى كفرد ان انا افضل موجود برضو على الساحة كحارس يعني. الف مبروك، وبنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. اذا مشاهدين، كما تابعتم معنا في هذه الصورة وهذا البث الحي من داخل اتوبيس المنتخب المصري لكرة اليد، انا معايا دلوقتي المدافع افريقيا، يعني بنقول لك الف مبروك، زمايلك والمنتخب كله بيحتفل بيك، كلمني عن الفوز وصديت كم هدف. احنا يعني ربنا ما بيعديش تعب حد، احنا
احنا الحمد لله يعني عملنا مجهود اكتر من اللي مطلوب مننا بكتير قوي. كنا بنتمرن في اليوم مش اقل من 3 4 تمرينات في اليوم، فاحنا تعبنا كتير وربنا كرمنا الحمد لله يعني. بس كنت متوقع الفوز؟ هو مفيش حاجه اسمها تتوقع الفوز، وحتى لو احنا كسبانين طول الماتش الماتش ما بيخلصش الا مع صفاره الحكم. يعني صفاره الحكم، الحكم صفر خلاص نعرف بقى انت كده كسبت ولا خسرت. بس مفيش حاجه اسمها انت يعني في الهاند بول عامه مفيش حاجه اسمها انك انت خلاص ضمنت الماتش من بدري. وانتم مسافرين علشان التأهيل وان انتم تلعبوا 7 تصفيات، كلمني كانت ايه خطتكم؟ كل خطة اكيد كان في خطة موضوعية، كانت الخطة بتاعتكم والاتفاقات اللي كانت ما بين الفريق وروح الفريق؟ هو الاتفاق بس ان يعني الجهاز الفني كله كان بيتكلمنا ان احنا اهم حاجة نلعب بقلب، ده القلب دي اهم حاجة في الملعب، غير كده لازم يبقى في يعني ناس بتفكر في الملعب، ناس بتعب عليها اكتر، والتركيز وان احنا نهدى يعني مفيش حاجه تعصبنا مهما كان الفرق وصل لايه، احنا بنقدر نرجع بالهدوء وكل يعني بهدوء كل حاجه بتيجي يعني. هل كان في اي صعوبات واجهتكم انتم كفريق؟ والله يا بس ماتش فرنسا احبطنا شويه، بس الفرقه كلها كانت في الاوف دي بتاعتها، ف الحمد لله يعني عدينا من دور المجموعات بعد ما كسبنا المجر، فرجع لنا بقى الطموحات تاني. لا احنا نقدر، احنا ان شاء الله ما فيش حاجه صعبه علينا، ما فيش فرق بيننا وبين اوروبا يعني الحمد لله. بالنسبه للنتيجه 32-28 انت شايفها ازاي؟ مش شايف غير ان هو احنا يعني لعبنا وعملنا كل اللي علينا وربنا وفقنا. ألف مبروك عليكم الفوز وعليكم كأس العالم لكرة اليد للناشئين. هكذا كنا مشاهدينا الكرام من داخل أوتوبيس المنتخب بشكل حصري لقناة إكسترا نيوز مع المنتخب المصري في الجولة من مطار القاهرة حتى وصولهم إلى كل فرد إلى منطقته. يعني احتفال كبير هنا مستمر داخل هذا الأوتوبيس، احتفال بكأس العالم لأول مرة يحصل فريق الفراعنة على كأس العالم لكرة اليد تحت سن 19 عام. يعني فرحة، أجواء من الفرحة، أجواء من الاحتفال الكبير للحصول على كأس العالم. يعني ما زلنا نتابع معكم ونترك لكم هذه الصورة الحية ونلقاكم بعد قليل.